مخضر ما مسخ ولا ما نسال فلاش هنا مشيت على الداخل فلاش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واش هادي هي المغارة وين تمدوين؟ لا لا نتقطع غلط راه يا هديك المغارة كانت محلولة، ولكن شو لقيتها شحال هادي دخلو شي وحدين وما رجعوش وصافي نضت الحيحة عليها وصدوها، يعني ولات كتدخل واحد شوية وكتحبس وحتى هادشي ما كانش، حتى فاش صدوها ما كانش هادشي، كنتي كتقدر توصل الماء عادي زعما كان كيبان ليك الماء، المغارة ما يبان والو كاين الظلمة. ندير ليه الباب سدينا وهذا هادشي ما كانش، كان الماء ديز عادي زعما بحال الوادي، حيت اصلا كيشربو منها الناس ديال الدوار تيزكين الشرفة وكيسقيو منها، والسقي كيكون ديك سيستم ديال الامازيغ ديال السقي هو اللي كاين، وكيديروا بالوقت، يعني كيديروا واحد الوقيته في النهار مثلا ساعتين ثلاث سوايع في النهار، كلشي هذيك الساعه كيسقي الارض ديالو والفلاحه ديالو داكشي كتلقاو ليهم الماء. وكاين هذاك الشريج اللي شفنا قبيله كيجي زعما اللي بغى يعوم فيه ولا اللي بغى، فلي داك الماء ما تبدلش شحال هذيك كيبان خضر. خصكم الضوء هنايا خص الضوء، فجيت انا ما كانش هادشي
اه هي هذه المغارة. ولكن فين المسجد؟ ها هي كتجي لقدام كاين الباب راه هو. اه دابا نتصور في العش. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هادي هي المغارة ديال وين تمدوين النظام ديال السقيوة هذا بحال هكذا كيكونوا بحال دايزين في الضوء نازلين بحال هكا مع الطريق مع الجبل ودايزين كل واحد دير عنده بحال هكذا الارض ديالو باش كيسقيو داكشي صافي. هذه هي وينت ويت 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 مدوين نمشي لهنا نوريكم الدوار كيفاش تيبان. الما كيتحرك من هنايا كيجي من المغاره كيدوز هكا كاين ديال هاد الشارج وكاين هذيك الفتحه هي كاينه هذيك هي من تيدوز الماء ديال السقي يعني تيدوز من هنا هذا عاد تيمشي فاش كيبغيو يحلوه راه عندهم من كيحلوه لينا. نمشيو نشوفو دابا الدوار والدوار هو هذا المعلمه غير بهاديك الدار الحمر هي باش عارفه هاد الدوار لتحت ما كاين هاد الدوار هو اللي كاين لتحتنا تيزكين الشرفه. ورا هاد البلاصه ورا هاد البلاصه من لهين في التحت فين كاين الله يكمر وين كان بعيده من هنا. حتى انت المهم بالنسبه للناس اللي عاود من الاول تشديتها من الناس ديال الله هو غير خليه باش يطرح السؤال. بالنسبه للناس سيب شعرك سيب بالنسبه للناس اللي يجيو لوين تمدوين يعني بلاصه صراحه راه زوينه اللي بغى يطونطي هنا راه كيجي كيطونطي ما كاين كرامه المشكل خص بنادم يكون غير نقي ويجي غيطونطي حتى واحد ما غيهضر معاه. وكاين هذا السيد هو الريسبونسابل على هنا هو اللي مقابل هنا اي واحد جا بغى شي معلومه بغى شي حاجه السيد الله يعمر هذا راه هو كاين هنا شي واحد بغى يجيب الخضره يجيب اللحم وسميتو راه هو غيطيب راه كاين طواجن هنا وكاين البلارد هنا هو فهمتي ريريدات دور على تاي راه تيقولها لك من الدفار تيدير لك فوالا ودابا راه غنعطي النمره ديالو اه تخلي لنا النمره ديالك باش اي واحد اي واحد اي واحد فرجي فوالا مبارك فرجي يعني اي واحد 16 41 0 8 84 واي واحد يعني بغى يجي وبغى يجي مع العائله ديالو وما فيه اللي طيب ولا سميتو غيصوني ليه يقول ليه طيب داكشي اللي بغى هو غيتكلف غيجيب ليه سميتو ويطلب ليه ويجينا بغى شي حاجه بلديه نجيب ليه اه فروج بلدي شي فروج بلدي شي حاجه ديال البلاد ما بغاش التليفون تيجيبها هو طيب ليه المهم مساعد. بالنسبه مثلا اللي ما عندوش زعما على شي بحال دابا الشمس حيت هنا كاينه هذيك الشجيره اللي كاينه ما كاينش شي بلاصه هكا مضله وزعما نديرو فيها هي يقضي غرض داكشي يعني كاينين البلايصات الثانيين اللي فيهم فيهم الضلال مع الشجر تما تبان لك شي شجره راه حيت كبانوا لي هاد الشجيرات هنايا واحد النقطه اللي مهمه هو هاد الانسان هاد السيد راه دخل المغاره يعني هو يعني دوز في هاد البلاصه مراحل يعني شاف الناس يدخلوا لهنا راه كان عنده من 2008 من انعام انت من 96 96 راه هو ولد الدوار وعندو الكارت شنو كنقولو من الصباح شتي لا كارت ديال الاس اي او قديمة ديال لايسيس يعني البطاقة ديال الاستغوار مغوار مغوار تنساعدو الناس يعني خدم مع لي زيتخونج يعني كنتي مازال فاش كانت باقي سوفاج كانت مازال ما دارو ليها لا كانوا مازال ما سدوهاش لا انا كنكونتين سوفاج وكان حاضر اول مره دخلوا لهنا كان داك الشارج بوحده ها هي دابا هذا هو لابيسين بقينا سدينا هنا ولا هنا
اول مره دخلوا لهنايا 2008 2008 وكانت حالي توقعات باش تعرف المغاره هنا 88 كلوا لي فرونسي والدراري ديال اكادير وهذه اللي سدات مغربيان باش يكونوا الحادثه هي اللي خلات مستغورين في 88 ما عندناش مستغورين في المغرب راه جاهم لا فرونس فهمتيني خمس ايام عاكلين دوك الناس حيت ملي كتكون الشتا تبان لك الواد خارج شفتي بلاصه الواد واش الواد كان كيطلع حتى لهنا ها دايز من هنايا الماء كيخرج من المغاره وكيمشي تفرق تايب الخروج ومعاه نمشي ينزل راه دابا هذا عليهم الماء بقاو تما خمس ايام بقاو لداخل ودابا الناس الا كيجيو لهنا راه كيشجعوا السياحه ديال هنا وكيشجعوا باش الناس يزيدوا يديروا شي حويجات بحال دابا هذه البلاصه فاش كي يطونطيو وداك الدروج اللي قادو وديك البلاصه اللي قادو لينا دفع لي تواليت فيها ريستو البروده زوين هنايا فيري بيوتيفول كلها كانوا قراب قريب كون داروا حتى الفوق بحال هكذا باش تكون زوينه مزيانين شنو هو داك الشيء تما هذه البلاصه اللي دايرين قبل في الطريق كتلقى معايا الاولى عاد باش تطلع للمغاره شنو ما هذا انا ما باش يجلسوا فيه من الناس ما عرفتش وكاينين هادو طواليطات هادو كيبانو شجر ديالهم وكاين شي كيوسك ولا ما ريستو كاين مازال طولتات خدامين بعدا خدامين دابا وقيل لا مازال بصح راه كاينين وحشومة ها هو كاين هادشي باقي ما مخدمش تسناو طال الصيف شوية عاد يخدمو وهادو لي طواليت هما حتى العيالات حتى الرجالة انا نسيت كيف في لي واش مزيان ايوا كنا داروا شي زعلوله هنايا ديروا هنا دايرين هذوك لكن زعما مغطي الليل الشمس دابا يمكن باقي غادي ديفلوبي وداك الشيء ما عرفتش وبين دار هاد الحجر غير لصقوا فيها شي لعيبه يعني هادشي مازال ما كاملش غير لصقوا فيها شي حاجه زعما المعلومات على البلاصه وداك الشيء اللي كنظن انا زعما بحال هذيك داك الشيء اللي كان فاش كتطلع كاين تما لي طواليت كاين كلشي كاين حتى الضليله وكراسه غيكون تما غيكون الريستو هي مزيانه الناس اللي تدهس بالبهيمات وكاين الناس اللي تجيب العسل تبيعو وكل واحد وعلاش لا المهم اللي وصلتي عليه في المنطقه راهي وعلاش لا يعني الا كنشجعوا حنا الاقتصاد ديال هذه المنطقه علاش لا واحد النهار غيكونوا هنا لي ميزون لي ميزون دو يعني الناس اللي كيجيو من كازا كيبغيو يبات ما بغاش يبات في لاطو غيكونوا هنا لي ميزون دو هادشي كي يعني هادشي كاين جوج كاينين في الدوار ولا كاينين هنا كاين في تيزكان الشرف من مريم هي لا كاينين الجوار كنمشي عند الناس الناس ظريفين لتحت الدار خاوية يعني انا كنشجع الناس يجيو لهنا انا سي لا بروميير فوا نجي لهنا ولكن راه صراحه عجبني هنا سيختي اللي تلاقيت مع هذا السيد اللي راه حتى الناس اللي كتلاقى معاهم هما كيحلوا لك شي على البلاصه
زوينه ماشي غير هنا غتشوفها وين تندوين غتنهضوا مرواني موزا المرواني ما كما كدوش من هنا خصك تنزل حتى لتيزكان الشفر من الطوار داكشي اللي كاين ماشي بعيده من هنا من هنا قريبه من الدوار ولكن الا جيتي من موزار الدوار اخرين ما كايناش طريق تما اسهل طريق هي ديال تيزكان الشرف. السلام عليكم استاذ عمر، مزيان مزيان الله يحفظك الله يعطيك الصحه. ولي حمزه غير شويه شنو هو السي جاب؟ ها كيكون الفوق على السماج متيبانش هاهو شنو نجيب حيت لا ندير بحال ندير الحجر ما تيبانش هيا مرحبا بكم في مغارة وينتي مقلوين وا صافي سعيدة شتي اللي كاين شتي اللي عطا الله ها جا بحالتنا الطريق اللي جابتنا